السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مثل ما انكم شايفين بدي اساوي اطيب مقلوبة، المقلوبة الفلسطينية. فعلا كتير كتير طيبة، هي وحدة من المقلوبات او من المقلوبة الطيبة كتير كتير. هون انا عندي هاي القرنبيط، مثل ما انكم شايفين قطعته، هذا القرنبيط وفي ناس بتقول له زهرة. وعندي هون اربع فخدات فروج، وعندي هون البانجان والبصل، البهارات هدول كلهم تلاقوهم ان شاء الله بصندوق الوصف، وهي الملح، وهي هون بديت اقلي البطاطا. القرنبيط او الزهرة بعد ما قطعتهم هيك خسلتهم خسلة كتير كويسة، والبانجان مثل ما انكم شايفين عملتهم هيك قشرتهم، حطيت لهم ملح، حطيتهم كمان بالمصفاية مشان ما يغبوا زيت. وهون البطاطا رايحة تصير، وهي هون حطيت معلقتين سمنة وشوية زيت نباتي، يعني تقريبا أربع معالق من الطعام كمان زيت نباتي. مشان هلا البصلة، هي هون في بصلتين عنا، بسم الله الرحمن الرحيم، فرمتهم ناعم، بصلتين صغار كمان. هلا هون شلت البطاطا وبديت بقلي الباذنجان، وهلا هي البصلة بسم الله. هلا هيك بعد ما حطيت البصلة وقربت تستوي، يعني قبل ما تاخذ لون، بدي أحط البهارات. هي عنا بهار، كركم، قرفة، كبش قرنفل، وجوزة الطيب، هي شوي صغيرة، وهي فليفلة ناعمة مطحونة. هدول كلهم بتلاقوهم بصندوق الوصف. انتو حطوا البهارات اللي انتو بتحبوها، اذا في شي ما بدكن اياه بتحسنوا ما تحطوه، وتحطوا الشي التاني اللي انتو بتحبوه. بسم الله. وبتكتروا بتقللوا البهارات مثل ما انتو بتحبوا. اذا الطبخة كبيرة بتقل، يعني عفوا، اذا كبيرة بتكتروا البهارات، واذا قليلة قللوا البهارات. عكل لين المقادير تلاقوها بصندوق الوصف. انا حطيت البهارات هلا حتى هيك تطلع نكهتهم الطيبة. هاي الفروج، طبعا انا هذا الفروج خيسلته وحيرقته كمان بالحراقة، وبعدين نقعته بمي وملح لمدة نص ساعة، بعدها برجع بغسله مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم حتى هيك يصير جاهز. على نار عالية انا هلا حطيت الفروج، خليه هيك لياخذ لون، اول وتش ياخذ لون بقلبه على الوتش الثاني. انا هون عندي كيلو رز مصري، حطيت له معلقه كبيره ملح، وحطيت له مي سخنه غاليه، ونقعته. بدي اتركه هلا يستنقع لوقت ما اخلص الفروج واخلص المقالي، يعني الباذنجان والبطاطا والقرنبيط، ونرجع. هلا بسم الله الرحمن الرحيم اقلبهم هيك، شايفين هذا الوتش الثاني، شايفين لون اخذوا لون كويس، نقلبهم هلا على الوتش الثاني بسم الله. هلا كمان هيك بنرجع بنغطيهم 10 دقائق وبعدين بنرجع لهم. وهلا صار دور، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط الملح. طبعا هذا الملح هلا بحطه للطبخه كلها، وبدنا نحط مي غالية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بس شوفوا ما تكتروا مي، يا دوب بس يتغطى هيك الفروج حاج بكفي، مشان تطلع طبعا المرقة كتير طيبة. لا تكتروا ميات. وهي ورق غار كمان، كم ورقة عندي حطيتهم منكهات، شفتوا للسلق ما حطيت، لأني البهارات اللي أنا حطيتها بتكفي. هلأ على نار وسط لأربعين دقيقة، طبعا بنغطيها بس مو غطى كامل. بعد 40 دقيقة بكون صار الفخاد جاهزات. احنا بنبدأ بالبطاطا، بعدين البانجان، واخر شيء القرنبيط، منشان الزيت ما يتنكه من طعمته للقرنبيط من اول ما نحط، بصيروا كلهم فرد نكهة. يعني هيك القرنبيط خلوه اخر شيء، وهذا الزيت انا ما برجع بقلي فيه شيء، يعني لا بانجان ولا بطاطا، بصفيه وبشيله للقرنبيط، بس بقلي فيه مرة ثانية او ثالثة وبعدين خلص. هلا هيك خلصت وكل شيء صار جاهز. هي الرز بعد ما نقعته كمان خسلته خسلة كتير كويسة، صولته وصفيته وحطيته بالمصفي. وهي الفروج استوى سحبته كمان، وهي مرقة الفروج والبانجان والبطاطا والقرنبيط، كل شيء صار جاهز. هيك بنجهز كل شيء مشان نشتغل هلا على نظافة وعلى مهنة. هلا بنصف اول شيء الفروج. الفروج اذا بدكم تشيلوا الجلدة شيلوها، بس انا بنصحكم تخلوها منشان ما ينشف، وبيعطي طعمة طيبة ولون كمان بيعطي كويس. بسم الله. هلا انا بحط شوية رز، بسم الله الرحمن الرحيم. دايما الفروج خلوه من تحت اول شيء، يعني بنحط اول شيء
والجلده بتكون لتحت مشان لما نقلب الطنجره تطلع هيك وتش الفرج يطلع كويس. بسم الله. هلا نحط الباذنجان وهيك خلصنا الباذنجان. انا بطاطا ما بكتر. ليش ما بكتر لها بطاطا؟ لاني البطاطا بتغب السوائل وبتغب النكهه، يعني بتخف النكهه بالمقلوبه، مشان هيك بطاطا لا تكتروا ومثل ما بتحبوا انتوا. بسم الله. هلا بحط كمان هيك انا طبقه رز. بسم الله. رشه صغيره. انا الرز ما بهرته لاني المرأة فيها البهارات اللي بتكفي بيعطيها لون كويس. نكمل القرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص هلا هيك تكبيسه هيك صغيره بس منشان تتقلب لما ننزلها تطلع مقلوبه. نحط الرز. بسم الله. نكمل بقيه الرز. هذا كيلو رز. اقوى شيء للمقلوبه هو الرز القصير، الرز المصري يعني، تنجح المقلوبه كثير كويسه بس عيار المي يكون مظبوط تطلع رائعه. هلا بسم الله الرحمن الرحيم هيك تاكدوا انه ملحها مظبوط، ملح المي او المرقه اللي بدنا نحطها يكون مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي احطها هيك انا فوق هي عشان ما تعمل هيك فجوات. بسم الله. هزه هيك هزه بسيطه مشان تنزل المي لتحت ونعرف شو قد بدنا نحط مي. نحن بدنا تكون المي فوقها بسنتي واحد بس بكفي. هيك خلص. انا حطيتها على نار عالي، بدي احطها على نار عالي حتى شوي تنشف الوش، يعني ما كثير لتطلع يعني بالغلوه وبعدين بنرجع. هلا على نار عاليه الرز شايفين شلون؟ نشفت شوي المي ما كثير. هلا بدي اوطي النار مثل الشمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعمل هيك انا بحط هيك محارم. بسم الله. وبحط كمان غطى الطنجره حتى يطلع الرز مفلفل وما يطلع معجن. خلص هلا تقريبا بدي اتركها نص ساعه، نص ساعه على نار مثل الشمعه، وبعد نص ساعه بنكشفها وبنطلع عليها. هلا انا خليتها على نار واطيه مثل ما شفتوا نص ساعه بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين طفيتها وتركتها تقريبا ثلاث ارباع الساعه حتى هيك تتهدى ولما قلبها هلا تتقلب، لاني اذا بدنا اياها تطلع قالب واحد لازم نتركها ترتاح تقريبا نص ساعه وثلاث ارباع الساعة. شوفوا شلون الرز ما شاء الله، اللهم صل على النبي، منظوم. خلينا بقى هلا نقلب الطنجرة. وهلا بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله يا رب تطلع مقلبة. الله لا يخجلني. يلا بسم الله. هي مو هزيناها للطنجرة بس منظومة مقلبة. تشهي تشهي. شوفوا لي على هالمنظر، فعلا شيء بغرف القلب، نظم شيء رائع. وهيك ايش في عندكم مكسرات؟ اذا في حطوا، ما في بصير بلاها. انا عندي شويه لوز مكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. شلون علي شلون الريحه؟ شيء بشهي. طلعت غير شكل. يلا علي انت كثير مستعجل ومتحمس، تفضل دوق بقى. سمي بالرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. شوفوا شي بشهي، شي رائع. ناخذ شوي من اللوز. بسم الله. وهي الفروش كمان توبان، شايفين؟ النكهة رائعة. أدوق أنا كمان وبس أنت. الرز طلع منظوم منظوم، كتير كتير شي طيب. أنا كتير بحب المقلوب اللي فيها قرنبيط، تطلع غير شكل. تفضلوا بقى تشوفوا لي على هالمنظر. هاي المقلوبة الفلسطينية من المقاليب الطيبة كتير، صدقوني جربوها كتير كتير رح تعجبكم. وتحية لأهلي بفلسطين، وشكرا كتير إلكن على هالأكلة، فعلا طيبة منظومة نظم. وإذا عجبتكن لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتعليق هيك حلو مثلكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.